الفعالية إذا كانت المرأة متميزة في تقديم مشروع مجتمع فعال من الأسرة إلى الدولة، لأنه صلاح الدولة الجزائرية وتكون لها هبة هي بصلاح كذلك الأسرة الجزائرية. ونحن اليوم نتكلم عن التسريب المدرسي أو الرسوب هذا الذي عن منظومة تربوية ضعيفة جدا. لماذا اليوم الطفل الجزائري ينفر من التعليم عمره 6 سنوات 7 سنوات؟ إذن هناك شيء ما لا خلل ما لا بد من الرجوع إليه. المرأة النقطة الرابعة، المرأة المتفردة في عملها، الطبيبة موجودة ومتفردة فعلا، المحامية الصحفية والدكتورة والأستاذة في الجامعة. يعني هنا فقط ملاحظة، الجزائر ترتب على المستوى الإفريقي من حيث عدد النساء المهندسات، جميل جدا أكيد. لكن هاته النسوة المتفردات في الجان مثلا الهندسة، نحن نحتاج إلى عطائهن. إذن النقطة الرابعة هي غياب الفرصة، وهذه الفرصة يعني تغيب عند المرأة المتميزة وعند الرجل كذلك. نحن نرافع من أجل أن الشباب يكون سوي في أفكاره وفي جسمه وفي تقديمه لبرنامج يخدم هذا المجتمع. إذن في اعتقادي المناصفة كيف أقول تبقى مرحلية المفروض، تبقى مرحلة مفروضة المجتمع، والمساواة هي موجودة. يعني حتى أكيد. سورة النساء في القرآن الكريم مرتبة الرابعة بعد سورة الفاتحة أكيد. البقرة، آل عمران، تأتي سورة النساء. يعني التفرد هذا للمرأة المرأة موجود حتى في الشريعة الإسلامية. الإسلام كرم المرأة وأعطاها كل ممتاز. حقوقها وما علينا إلا أن نلتزم بذلك.